كيف ما سبقنا دوينا وشرحنا كيفاش نخدمو لو كروشي، كذلك غادي نشرحو كيفاش نخدمو الكركوت. الكركوت هي نفس الطريقه باش كنخدمو لو كروشي، حتى هي كتبغي لا روتاسيون وكتبغي لاكار وكتبغي الاتقان، والكور ديال كامل هو اللي كتجي منه القوه باش ديك الضربه ديال لا بيركوت تعطي النتيجه اللي هي كتمنها، بمعنى الكار الى شدات فيه كتكون كار. بمعنى كنخدم لا بوزيسيون ديالي هكا بحال هذا الشكل، كنضرب لا بيركوت، كنضرب واحد شويه وما كنهبطش اليد ديالي باش نضرب، لا هذا غلط كبير. كنخدم هنا كنضرب بوم كنضرب شويه الجهه باش تبان لكم من هنا من هنا كنهبط شوي بوم باش ما نخليش الفتحه فين يضربني الخصم ديالي، لان اي فتحه حليتي على كارت ديالك غادي يستغلها ضدك وتقدر تجيب انت الكاو قبل ما يجي هو. بمعنى ما تستحق هو غادي يستفيد من الغلط ديالك انت لصالحه هو. بمعنى نخدم هنا كنضرب بوم بوم دو، بدل لو انك كتخدم كل تكنيك كتخدم فيه 100 مرة. مثلا كنكون خدام كروشيه نخدم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونخدم 100 مرة. كذلك ملي كنجي كروشيه نخدم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 مرة ديريكت 1 2 3 4 5 6 دغوا ديريكت دغوا 1 2 3 4 خدم هاد التمارين 100 مرة. هذا عامة لوك لو بيركوت كنخدمو هنا كتجي الضربة من التحت هنا ما كنحلش هنا وكنبين الخصم، كون خدام معنا بوم بوم اخدم هنا بوم ديريكت بوم هنا اخدم هنا بوم بوم. اوكي من هنا كنبيناش. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى انو تستافدو منو مزيان وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تستافد الماكسيموم من هاد المعلومات اللي كنبارطاجيو في الصفحة ديالنا. نشوفكم فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.